بعد كده الحاجه برضو مهمه جدا development of compatible designs. يعني ايه compatible designs؟ يعني حاجه تكون compatible مع اليوزرز، حاجه تكون اليوزر متعود عليها. لو انا دلوقتي جبت مثلا، فرضا جبت مثلا تلفزيون، كويس، كلنا متعودين في التلفزيون احنا عندنا قنوات، اوكي، قنوات دي بيبقى لها ارقام. لو انا جيت مثلا قلت لا انا مش هخلي القنوات بتاعتي بارقام، هخليها بحروف، اوكي، يعني اخلي القنوات ا ب ت س ج ح وهكذا، او اي بي سي دي وهكذا، بدل الارقام. هل الكلام ده هيبقى بالنسبه لنا عملي؟ هل الكلام ده الناس هتقبله؟ اكشولي لا، الكلام ده يعني اتضح فعلا ان الناس بتبقى متعوده على حاجات محدده، وبيبقى عندها حاجه بنسميها كده mental models، يعني صوره ذهنيه او نموذج ذهني كده للاستعمال بتاع اجهزه معينه، ولازم ان احنا اكوموديت الموديل دوت علشان نخلي الجهاز بتاعنا ده ناجح بالنسبه لليوزرز. اوكي، فالمنتال مودلز دي مثلا لما انا بتكلم ان انا مثلا فرضا الجهاز بتاعي دوت، لو فرضا يعني ان انا مثلا عاوز ان انا اعلي مثلا الفوليوم بتاع حاجه، اوكي، علي الفوليوم بتاع حاجه، احنا كلنا متعودين لما بنعلي الفوليوم بنحرك النوب مثلا معينه بنحركها كلوك وايز، اوكي، لو عايز اقلل الفوليوم بحرك النوب دي انتي كلوك وايز. ده الحاجه اللي احنا شفناها في حاجات كتيره، ولو احنا بنبص على اي حاجه من الكونسيومر الكترونكس صعب جدا نلاقي حاجه غير كده. فما ينفعش مثلا ان انا اجي في جهاز طبي واخلي مثلا ان انا عشان اعلي فاليو معينه لازم احرك النوب بتاعي ده انتي كلوك وايز، وعشان اخليها تقل يبقى احركه كلوك وايز. ده كده يبقى بيعاكس المنتال موديل اللي موجود عند اليوزر، وبالتالي بيخلي في مشاكل في الاستعمال، او بيسك اليوزر ما بقاش متقبل الجهاز ده، او يبقى في مشكله ان ممكن يحصل منه اخطاء، او ياخد وقت اطول في الاستعمال عن اللي المفروض يحصل في العادي. والحاجة التانية ان احنا يعني we should establish natural or conventional mapping. اوكي، يعني لو فرضا في عندي جهاز مثلا ممكن يبقى applied على كذا مكان، اوكي، بيسك لو انا حطيتها بالشكل ده كده، لو انا حطيت الاسامي بس وخلاص كده ممكن تبقى ملخبطه بالنسبه لليوزرز، لو انا حطيت بس جاست الاسامي كده وخلاص. انما لو ربطتها بشكل مثلا اناتومي بالشكل ده كده، دي بالنسبه لي هتبقى فعلا شكلها عملي جدا. يعني انا مثلا عايز اعمل مثلا تشست، هشوف التشست فين واقوم رايح على طول ضغط على الزرار ده مثلا في يوزر انترفيس. لو انا بتكلم على الابدومن هشوف الابدومن فين واروح اضغط على الزرار بتاع الابدومن الموجود عندي هنا. لو انا حاطط الزراير دي كلها ورا بعض كده باساميها كل حاجه زي ما هي كده بالظبط، بالنسبه لليوزر هتبقى معقده اكتر بكتير جدا. لما انا بعمل مابينجز بالشكل ده conventional mappings، يعني احط حاجه اليوزرز متعرف يعني عارفينها كويس، ومنها اعمل مابينج بقى للزراير بتاعتي، دي بتسهل عليا كتير جدا، علشان بتخلي في natural mapping موجود، او في تعود من الناس، او سهوله في ان احنا نلاقي الايه الحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها بشكل سريع. الحاجه اللي بعد كده اللي هي برضو related، we have to follow industry conventions and consensus standards. يعني لو احنا عندنا مثلا جهاز معين، جهاز الالترا ساوند مثلا، في عندنا زرار اسمه فريز، اوكي، زرار اسمه فريز دوت هنلاقي كل ماكن الالترا ساوند فيه زرار دوت، اوكي، ده بنسميه industry convention او consensus standards، يعني حاجه الناس متعرفت عليها، يعني اتعملت مره وخلاص كل الناس بعد كده بتعملها بنفس الشكل. لو انا جيت مثلا في جهاز مثلا انا شايف والله كلمه فريز دي مش منطقيه، قلت والله لا، يعني انا اقول مثلا انا اكواير مثلا، اكتبها اكواير، اوكي، لو انا عملتها كده اوكي الناس مش هتعرف الزرار بتاع اكواير ده بتاع ايه بالظبط اصلا، اوكي، يعني الزرار بتاع الفريز ده هو فريز وان فريز، يعني هو بيخلي الصوره، يعني ابتدي اشغل الجهاز عشان ياكواير صوره، وبعد كده لما اضغط عليه تاني يوقف الصوره وايه ويخلي الصوره ثابته قدامي، اوكي. فلو انا خليتها باسم تاني ده خارج الاندستري كونفنشنز، خارج الكونسنسس ستاندردز، يبقى معنى كده اليوزرز هيتلخبطوا فيها، مش هيبقوا عارفين يشغلوا الجهاز اصلا، اوكي. في حاجات تانية كتير بنفس الشكل كده، وممكن احنا برضو نقول المثال بتاع مثلا الفوليوم نوب مثلا، ان احنا يعني حركته مثلا ان احنا بلس مثلا بيبقى كلوك وايز، وماينس يبقى انتي كلوك وايز. فدي برضو واحده من الحاجات اللي الناس اتعرفت عليها. لو انا عملتها بالعكس في الجهاز بتاعي بالتاكيد هيبقى فيه consequences، هتبقى very negative بالنسبه للاستعمال بتاعه.